طب ايه المحافظات اللي فيها نسبه اكبر يعني او اعلى من القرى اللي هيتم استهدافها خلال المرحله اللي جايه؟ المرحله اللي جايه عندنا سوهاج فيها 7 مراكز، اسيوط فيها 7 مراكز، المنيا فيها 5 مراكز، هنا فيها 4 مراكز. احنا بنتكلم عن تقريبا يعني. بالظبط احنا بنتكلم عن تقريبا 14 و10، بنتكلم عن 23 مركز موجودين في 4 محافظات بس في وادي قبلي، لسه بني سويف واسوان، يعني تقريبا اكتر من نص المراكز موجودين في الوجه القبلي في 5 6 محافظات فقط، وباقي ال 50 مركز اللي هم تقريبا ال 25 مركز الباقيين موزعين على مستوى ال 14 محافظة المتبقية اللي هي بتشمل الوجه البحري بشكل عام. دول تكلفتهم يعني حسبتوها تبقى قد ايه تقريبا؟ احنا الرئيس اعلن 500 مليون 500 مليار. قول لي توفيرهم بيكون ازاي؟ ازاي يعني ايه حضرتك؟ يعني الرئيس قال يا حضرتك لازم يتوفروا. يعني ده بيكون تعاون ما بينكم ما بين جهات اخرى، مجتمع مدني؟ دي مخصصات من الدوله بالدرجه الاولى. بالدرجه الاولى. في السنه الاولى كانت منظمات المجتمع المدني، وانا بالمناسبه في هذا السياق احب اكد على نقطتين. النقطه الاولى ان مشاركه الجمعيات والمؤسسات الاهليه في المبادره الرئاسيه حياه كريمه باعتبارها عمل تنموي بالدرجه الاولى بيمثل قيمه مضافه للمبادره. مساهمه ومشاركه الاهالي والمواطنين والمبادرات والمؤسسات والجمعيات وخلافه بيدي قيمه للمبادره وبيدي شراكه بين القطاع الحكومي والقطاع الاهلي. النقطه الثانيه ان الجمعيات والمؤسسات الاهليه شاركوا معانا في السنه الاولى عدد 23 جمعية ومؤسسة أهلية كانوا بيساهموا بنسب تمويل في المبادرة بتوصل إلى 20% من قيمة التدخلات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأنا أيضا بوجه لهم التحية والتقدير على الجهود اللي بذلوها معنا في السنة الأولى، لأن كانوا بياخدوا على عاتقهم الوصول إلى هذه القرى وإجراء حصر شامل بالأسر الأولى بالرعاية المستهدف إجراء تدخلات معاها والقيام على تنفيذ هذه التدخلات، يعني مش بس مساهمة في تمويل ده كمان تنفيذ للتدخلات. في المرحلة الثانية متوقع وفق التوجه الرئاسي والمنشور اللي تم يعني إطلاقه من فترة قصيرة التأكيد مرة ثانية من فخامة الرئيس على التعاون، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، ده بيعكس أيضا إدراك رئاسي لقيمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في أي عمل تنموي بيتم. طب حجم بقى دور الوزارة، وزارة التضامن في تنفيذ هذه المبادرة؟ إحنا بننفذ التدخلات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال مجموعة من الوزارات شريكة معنا في هذا التدخل، منهم وزارة التجارة والصناعة والجمعيات والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعني إضافة لكل الوزارات المعنية بالتدخلات التنموية. بيتم حصر التدخلات وتنفيذها على مستوى المراكز بشكل عام وكل على مستوى كل قرية، يتم دراسة الوضع الراهن ليها، يتم تنفيذ التدخلات المستهدف العمل عليها وإعداد مخططات ليها وإسناد هذه التدخلات لجمعيات ومؤسسات أهلية تقوم على تنفيذها خلال الخطة الزمنية الموضوع عليها. هل بيتم استهداف كمان كل مستفيدي تكافل وكرامة اللي موجودين في قرى حياة كريمة؟ في التدخلات المعنية بالأسر الأولى بالرعاية في أولوية بالدرجة الأولى لأسر تكافل وكرامة، لأن دي أسر مبحوث حالتها من قبل مرة واثنين وثلاثة ومعروف إن هي أولى بالرعاية، محتاجين لهذه الرعاية. بالضبط، فبيتم التدخل على مستوى المسكن من ناحية، على مستوى التمكين الاقتصادي والحقهم يعني أسر أفراد أسر تكافل وكرامة للحقهم بسوق العمل. أيضا في مكون كبير خاص بملف الإعاقة في المرحلة الثانية، سواء بالاكتشاف المبكر للإعاقات أو بإتاحة مكاتب تأهيل على مستوى كل المراكز المخطط العمل فيها أو باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة في قرى المستهدفة في المبادرة في المرحلة الثانية.